ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تارك تعليم قطعا حقا نبذا أي منه صدنا مؤتفكة. قال مؤتفكة يقول قالوا المؤتفكة هو ابن عبد الله. هو ابن عبد الله ايوه كنا سالمون على من على الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. طلب مني أسأل الله كيف حال يسألني عن حال دراسي أولا مع الشيخ السالك. أولا ذهبت مع الشيخ السالك عندي 10 سنوات، ذهبت إلى مربط الحاج الآن أقرأ على مربط الحاج اللي هو الشيخ السالك الآن. الحمد لله بدأت نقرأ عليه من أول القرآن حين انتهى القرآن الحمد لله. قرأت عليه الرسم من البر وأخذت عليه الإجازة للشيخ السالك. إنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إنه لقول رسول كريم قريب السماء ولا بقول شاعر قليلا ما تهمنا ولا بقول شاعر قليلا ما تلفهم وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذه الأشياء الخفيفة كبرد الشتاء هذا تمام. إذا خاف الإنسان مرضا أو زيادته أو تأخر برد إذا كان بتجربة منه أو بإقبال طبيب هذا يجوز له التيمم. إذا كان الشيخ سالك موجود في دار السلام يدرسهم حينما سافر إن شاء الله حينما سافر إلى أمريكا يتركني معهم ندرسهم.